لم يكن إمام نحاة البصرة يعلم ما يدبر له في الكوفة عندما عقدت المناظرة بينه وبين نظيره الكسائي، فاندفع للمناظرة بثقة تامة. ترى ما هي المسألة التي عجز سيبويه عن الإجابة عنها؟ سنحكي لكم الحكاية. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. قيل إن سيبويه إمام نحاة البصرة قدم إلى بغداد يوما من الأيام، قدم ضيفا على الخليفة هارون الرشيد ووزيره يحيى البرمكي. فأراد الوزير البرمكي أن يجمع بين سيبويه والكسائي إمام نحاة الكوفة وشيخ القراءات، وكان الصراع بين الكوفيين والبصريين يومئذ على أشده في جميع نواحي العلوم. حين حضر سيبويه لمجلس البرمكي تقدم إليه تلاميذ الكسائي، فسأله أحدهم وهو علي بن المبارك الأحمر، سأله ثلاثة أسئلة أخطأ سيبويه في جميعها، ثم سأله آخر عن مسألة فأخطأ فأعاد عليه نفس السؤال، وما زال سيبويه يجيب ولا يصيب. قال: فلما كثر ذلك قال: لست أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره. وحين حضر الكسائي أقبل عليه سيبويه فقال: تسألني أو أسألك؟ فقال: لا، بل سلني أنت. فأقبل عليه الكسائي وقال له: كيف تقول؟ قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو فإذا هو إياها. فرد سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز النصب. فقال له الكسائي: لحنت، ليس هذا بكلام العرب. ثم سأله في مسائل أخرى من هذا النوع، وما زال سيبويه على رأيه وقدم الحجج على رأيه ذلك. فقال الوزير البرمكي: ما نفعل وقد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، من يحكم بينكم؟ فقال: هذه العرب ببابك وهم فصحاء اللغة، وسمع منهم أهل البصرة وأهل الكوفة فيحضرون ويسألون. فأمر الوزير بإحضارهم بالفعل. دخل العرب وفيهم أبو فقعس وأبو زياد وأبو الجراح وأبو تروان، فسئلوا عن المسائل ووافقوا الكسائية وأيدوا رأيه. فأقبل البرمكي على سيبويه وقال: قد تسمع. وأقبل الكسائي على يحيى وقال: أصلح الله الوزير، لقد وفد عليك من بلده مؤملا، فإن رأيت أن لا ترده خائبا فأمر له بعشرة آلاف درهم. فخرج وتوجه نحو فارس ولم يعد إلى البصرة. قيل إن العرب قد أرشوا على ذلك القول، أو أنهم علموا منزلة الكسائي عند الوزير، ويقال إنهم قالوا القول قول الكسائي ولم ينطقوا بالنصب. لم تمضي فترة كبيرة بعد هذه الواقعة حتى توفي سيبويه في 30 من عمره، وفي قلبه شيء من خسارته في المناظرة الشهيرة التي أصبحت تعرف بالمسألة الزنبورية. ختاماً، نظم الشاعر أبو الحسن القرطجاني أبياتاً في هذه المسألة وقال: لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سيبويه الحتف والغمم، قد كانت العقرب العوجاء أحسبها قدماً أشد من الزنبور وقع حما. وأنتم ماذا ترون؟ هل برأيكم تعمد الكسائي إهانة سيبويه؟